اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج اكسب صحتك. اليوم حلقتنا راح تكون من مدينه رام الله. موضوعنا راح يكون عن مرض اسمه مرض ويلسون. ديما شو ممكن تعطينا معلومات عن هذا المرض؟ طبعا هذا هو مرض وراثي نادر ينتج من تراكم نسب عاليه جدا من النحاس في الجسم، وهو يصيب واحد من كل 30 ألف شخص على مستوى العالم، وشخص يصاب بهذا المرض فقط اذا ورث نفس الجين من كلا الوالدين. نبلش بهاي الحلقة. طبعا نسأل سؤالنا الأول لليوم، سؤالنا بيحكي ما هو المعدن الذي يزداد نسبته في الجسم بعد الإصابة بمرض ويلسون؟ نتعرف أكثر على إجابة هذا السؤال. يلا مرحبا. أهلا مرحبا. نتعرف على حضرتك. أحمد جاسر. أهلا وسهلا فيك، من مدينة رام الله حضرتك؟ صحيح. أهلا وسهلا فيك. كيف أجواء رمضان معك السنة؟ أجواء إيش؟ رمضان كيف معك؟ رمضان رائع جدا الحمد لله، كل شيء تمام. كله تمام الحمد لله. أنا لك سؤال بجاوب عليه صح بتربح معنا جائزة مقدمة من مختبرات بروفيشنال الطبية. تمام؟ ماشي. سؤالنا لك بيحكي ما هو المعدن الذي تزداد نسبته في الجسم في حال الإصابة بمرض ويلسون؟ المعدن الذي سامع في هذا المرض من قبل؟ لا لا سامع. طيب على كل حال ما في مشكله، تكون ربحت معنا جائزه طردي مقدمه من مختبرات بروفيشنال الطبيه. كل عام وانتم بخير يا رب. شكرا لك. مرحبا خالته. مرحبا. هلا. نتعرف على حضرتك. انت سمر غنيمه. اهلا وسهلا فيك، من رام الله نفسها؟ رام الله نفسها. نعم. اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير يا رب. وانت بألف خير. كيف اجواء رمضان معك السنه؟ الحمد لله الحمد لله منيحه. كله تمام الحمد لله. عنا لك سؤال بتجاوب عليه صح بتربحي معنا جائزه مقدمه من مختبرات بروفيشنال الطبيه. سؤالنا لك بيحكي في حال الاصابه بمرض ويلسون، ما هو المعدن اللي بترتفع نسبته في الجسم؟ اللي بترتفع في الجسم الكريات الدم البيضاء. لا هو معدن معين. ضغطك معدن؟ معدنين. آه. واحد منهم الإجابة الصحيحة، بس بدي تركزي معي. تمام؟ معدن النحاس ولا الحديد؟ ترتفع نسبته في الجسم. النحاس بتوقع. النحاس. متأكدة. خلاص تمام. ربحت معنا جائزة مقدمة من مختبرات بروفيشنال الطبية، فحوصات طبية شاملة بقيمة 250 شيكل. والله. كل عام وانتم بألف خير يا رب. وانتم بخير. شكرا. كل عام وانتم بخير وشكرا لكم. شكرا لك. هي النحاس. طبعا النحاس له دور رئيسي في نمو الأعصاب والعظام السليمة وإنتاج الكولاجين وصبغة الميلانين في الجسم، لكن ارتفاعه عن المستوى الطبيعي يؤدي إلى تغير لون القرنية واصفرار البشرة وبيضاض العينين ومشاكل أخرى طبية. ننتقل لسؤال جديد معك طيبة. سؤالنا التالي رح يكون جديد لهي الحلقة، رح يكون إذا كان كلا الوالدين يحملان الجين المسبب لمرض ويلسون، فما هي نسبة الاحتمالية لإنجاب أطفال مصابين بهذا المرض؟ خلينا نشوف إجابات الشارع على هذا السؤال. مرحبا عمر، تعرف على حضرتك؟ بشرات طيب في البرنامج. اهلا وسهلا فيك وكل عام وانت بألف خير. كيف رمضان معك؟ الحمد لله. طيب عم في معنا لك سؤال، اذا عرفت تجاوب عليه بتربح معنا جائزه مقدمه من مختبرات بروفيشنال الطبيه. السؤال بيقول لك اذا كان الوالدين يحملان مرض يدعى ويلسون، فما هي نسبه الاحتماليه لانجاب اطفال مصابين بهذا المرض؟ 40%. اعطيك كمان محاوله. اعطيني كمان محاوله من هذول الخيارات. 25 اقرب شيء ولا لا؟ بدك تثبت على 25؟ طيب خلاص مزبوط 25. تربح معنا جائزه هي عباره عن فحوصات طبيه شامله بقيمه 250 شيكل مقدمه من مختبرات بروفيشنال الطبيه. كل عام وانت بألف خير. مشاهدينا بعد ما تمت الإجابة على سؤالنا واللي كان إذا كان الوالدان يحملان الجين المسبب لمرض ويلسون، ما هي احتمالية إنجاب أطفال مصابين بهذا المرض؟ الإجابة هي 25%. طبعا مثل ما حكينا من قبل إنه هذا المرض إذا كان الشخص مصاب فيه ترتفع نسبة النحاس في الجسم، ومن أعراض ارتفاع نسبة النحاس في الجسم تغير لون القرنية إلى اللون البني الذهبي، اصفرار البشرة وإبيضاض العينين، تراكم السوائل في البطن والساقين، مشاكل في الكلام والبلع والاتزان، وفي المراحل المتقدمة من المرض يؤدي إلى مشاكل في الكلى والأعصاب ومشاكل في الدم. ديما
وش سؤالنا التالي رح يكون معك؟ طبعا رح يكون سؤالنا ما هو العضو الأكثر تأثرا بارتفاع نسبة النحاس في الجسم؟ خلينا نتعرف على إجابة هذا السؤال. نتعرف على حضرتك. منيرة سعيد. أهلا وسهلا فيك. طه سردة. أهلا وسهلا فيك. كيف رمضان معك السنة؟ كويس ممتاز، بس الحر والله أتعبنا شوية صغير هالأيام. الحمد لله الحمد لله على كل حال. الحمد لله. أنا أقول لك سؤال، بتجاوب عليه صح بتربح معنا جائزة مقدمة من مختبرات بروفيشنال الطبية، تمام؟ ماشي. سؤالنا إلك بيحكي ما هو العضو الأكثر تأثرا في حال في ارتفاع نسبة النحاس في الجسم؟ الكبد. متأكدة من إجابتك؟ متأكد الكبد. تمام إجابتك صحيحة، بتكون ربحتي معنا جائزة هي عبارة عن فحوصات طبية شاملة بقيمة 250 شيكل مقدمة من مختبرات بروفيشنال الطبية. كل عام بألف خير يا رب. شكرا لك. طبعا سؤالنا رح يكون ما هي العينات التي يحتاجها فني المختبر لقياس نسبة النحاس في الجسم؟ نعرف هاي الإجابة مع بعض. مرحبا. اهلا. نتعرف على حضرتك. مصلح عبد الله من أريحة. اهلا وسهلا فيك. كيف اجواء الصيام عندكم في ريحة السنة؟ الحمد لله. حتى مع الشوب شوي. في شوب بس الحمد لله. يلا كل عام وانت بألف خير يا رب. عندنا لك سؤال بتجاوب عليه صح بتروح معنا جائزة مقدمة من مختبرات بروفيشنال الطبية، تمام؟ تمام. سؤالنا لك بيحكي ما هي العينات التي يحتاجها فني المختبر لقياس نسبة النحاس في الجسم؟ نسبة النحاس دم. دم؟ بدي كمان شيء بس. إشي بسيط. إشي بسيط. فحص ثاني برضو كتير بسيط يعني. البول. صح، فحص الدم وفحص البول. إجابتك صحيحة، هيك تكون ربحت معنا جائزة هي عبارة عن فحوصات طبية شاملة بقيمة 250 شيكل مقدمة من مختبرات بروفيشنال الطبية. كل عام تبقى بخير يا رب. شكرا لك. كل عام شكرا لك. شكرا لك. ديما شو حيكون السؤال الجديد معك؟ سؤالنا تيما رح يكون ما هو العضو الذي يساعد في التخلص من النسب المرتفعة من النحاس في الجسم؟ نتعرف على إجابة هذا السؤال. مرحبا عمو، نتعرف على حضرتك؟ أهلا بحضرتك، الله يرضى عليك. نتعرف على حضرتك؟ شوقي حسن عودة عاصي بيت لك يا. أهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بألف خير. انت بالصحة والسلام والستر في الدنيا والآخرة ان شاء الله. عمو في لنا معنا لك سؤال، اذا نعم. عرفت تجاوب عليه بتربح معنا جائزه هي عباره هي جائزه نقديه بقيمه 100 شيكل مقدمه من مختبر بروفيشنال الطبيه. السؤال بيقول لك نعم. ما هو العضو الذي يساعد الجسم في التخلص من الكميات الزائده من النحاس؟ من النحاس الكلى. لا للاسف، بتكون ربحت معنا جائزه طرديه مقدمه من مختبرات بروفيشنال الطبيه. كل عام وانت بألف خير. كل عام وانت بألف خير. مرحبا. اهلا. نتعرف على حضرتك. نتعرف عليك. شعير. اهلا وسهلا فيك. كيف رمضان معك السنه؟ كويس. يلا عندنا لك سؤال بتجاوب عليه صح بتربح معنا جائزه نقديه بقيمه 100 شيكل من مختبرات بروفيشنال الطبيه. سؤالنا لك بيحكي ما هو العضو الذي يساعد في التخلص من النسب العاليه من النحاس في الجسم؟ الكبد. الكبد مزبوط، اجابتك صحيحه، هيك تكون ربحت معنا 100 شيكل مقدمه من مختبرات بروفيشنال الطبيه. كل عام وانت بألف خير. كل عام وانت بألف خير. مشاهدينا بعد ما تمت الإجابة على آخر سؤال في حلقتنا لليوم اللي كان بيحكي ما هو العضو الذي يساعد في التخلص من الكميات العالية من النحاس في الجسم، الإجابة الصحيحة طبعا هي الكبد. مشاهدينا لهم نكون وصلنا لختام حلقتنا ببرنامج أكثر صحتكم، نلقاكم بحلقات أخرى متنوعة. إلى اللقاء.